اني اسوي الاشياء اللي احبها، هذا لبسي اني احبه، اني هذا اني هذا ستيلي هي اني هيجي، ما اقدر اتغير لانه هم ما يريدوني البس هذا اللبس، انا ما اقدر. وبالفعل لم تتغير تارا حتى لقيت مصرعها برصاص مجهول. الفتاة ذات 22 ربيعاً أرداها مجهولون وهي تقود سيارة وسط العاصمة العراقية بغداد. الداخلية العراقية فتحت تحقيقات موسعة وشددت الحراسة حول مستشفى زايد حيث نقل الجثمان. أي حرامات، ما من طلعت عايشة، قاعدة على قلوبكم. عملية اغتيالها شكلت صدمة للعراقيين، وخاصة أنها ليست المرة الأولى التي يستهدف مجهولون شخصيات نسائية شهيرة مؤثرة. لأن أنا كيوت، لأن أنا كيوت. بين عندنا بعد 3 أيام. ففي نهاية أغسطس اغتيلت خبيرة التجميل رفيف الياسري، وبعد أسبوع فقط من مقتل رفيف تكرر الأمر وقتلت صاحبة مركز التجميل فيولا خبيرة التجميل رشا الحسن. بابي مفتوح ومركزي أيضا مفتوح. يعني هسه بغداد عادي، هسه أقدر ألبس لبس، بس أنا ألبسه بأربيل، بس هنا ما أقدر ألبسه. وباغتيالهن اشتعلت وسائل التواصل وفتحت حوارات عن جرائم مماثلة استهدفت مشاهير في العراق، واسترجع الناشطون قصة قتل الممثل المسرحي كرار نوشي بطريقة وحشية على يد متطرفين بسبب أسلوبه في ارتداء الملابس وتسريحات شعره. سليماني بالكواليس ونجمة حبوها كلش، فنانة حلوة. ميس الحربي، العربية.